اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، والفقره الاكثر جدلا فقره النقد الرياضي عمرو علاء مع سيف. والنهارده خلاص الدوري بيقترب على الانتهاء، وتحيه كبيره جدا للاهلي والزمالك في مشوار كفاح طويل في الدوري هذا الموسم. واضح ان احنا هنوصل حتى الصفاره الاخيره، الدوري ما زال في الملعب، النقط لصالح نادي الزمالك او الافضليه، ولكن لسه الدوري في الملعب. عمرو، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ومساء الخير للساده المشاهدين، جمهور العظيم، جمهور الزمالك العظيم، جمهور الاهلي، جمهور جميع الانديه الشعبيه. وانا بذكر حضرتك تاني وبذكر الجماهير ان الفقره دي مش الهدف منها التعصب ولا اسكاء روح التعصب، الهدف منها الروح الرياضيه واسكاء الروح الرياضيه. وانا وعلاء اصدقاء جدا جدا جدا، واحنا بنختلف في اراء لكن عمرنا ما بنتعدى على بعض. وتروح تتغدى. طبعا. وعمرنا ما بنختلف، عمرنا ما بنتخانق مثلا ولا بنقول الفاظ مش كويسه، فلازم الجماهير يتنقل لها الروح دي. طبعًا. ان هي روح رياضيه. طبعًا. هي منافسه في النهايه. طبعًا. وهي روح رياضيه، وهي المساله لازم الناس تتعلم ده، اني اختلف عادي جدا، سنه الحياه ان ولكن بهدوء. لكن بهدوء. الاسطوره استاذ علاء، مساء الخير. سيف، تحياتي لحضرتك وتحياتي لعمرو. وعمر قال حاجه مهمه جدا، انا احكي لك بس واقع بس حصلت امبارح معايا. كنت داخل على مبنى الاهرام، وقبل 10 متر من وصول لمبنى الاهرام لقيت ثلاثه شباب زي الورد راكبين موتوسيكل، فواحد بيقول يا علاء عزت، يا استاذ علاء عزت، قلت له نعم، قال لك الزمالك بطل الدوري. ضحكت له، فقال لي ممكن اصور معاك؟ فقلت له انتوا ثلاثه زمالكاويه؟ قلت له لا، ثلاثه لا. فجيت واحد بصور معاه، وجم شباب تاني اهلاويه واقفين وجم سلموا عليا، وقال لك فهم افتكروا دول اهلاويه، قلت لهم لا دول زملكاويه على فكره. دي الروح العاديه. خسروني يعني. وخدنا صوره جماعيه مع بعض، وانا سعيد جدا والله بزملكاويه كتير جدا بيتواصلوا معايا على طبعا. على الفيسبوك، وبيقولوا احنا قربنا الدوري، مش هتقولوا لنا مبروك؟ وباركت ناس كتير جدا، وبقول لهم فعلا لو قدر الزمالك يفوز بالدوري مبروك للزمالك، دي منافسه عاديه جدا جدا. فانا بقول لحضرتك ان الحاله في الشارع للحلقه غير بعض ما بيتوهمه على السوشيال ميديا. الدوري في الملعب؟ بالتاكيد الدوري في الملعب. في الملعب؟ طبعا بالتاكيد في الملعب. لسه يعني انت دايما كان عندك كلام كتير على مباراه اسوان، ان احنا مباراه اسوان هنحتفل بمباراه اسوان، بلغه الارقام الدوري موجود في الملعب. بالتاكيد طبعا. انا كنت عارف حضرتك، انا كنت قلت الجمله دي ولما كان الاهلي والزمالك متساويين. قول ان حساباتي كانت غلط يا علاء. لا مش حسابات غلط، ما كانتش غلط. انا مش عايز بس اقول كلام. قول ان حساباتي كانت غلط، يعني غلط. احنا كلنا عارفين ان فرص الاهلي كانت اكبر، لكن اللي حصل في اخر المراحل الاخيره في الدوري، الامطار الاخيره في الدوري، حصلت حاجات ما كانتش خارج الحسابات تماما. لكن انت شايف الدوري في الملعب؟ يعني نسبه كبيره جدا يعني. بس طبعا كعب الزمالك طبعا اعلى دلوقتي. طبعا استاذ عمرو. طبعا يا كابتن سيف، الدوري في الملعب. طول ما الزمالك ما حسمش اللقب فهو الدوري في الملعب. لازم تحترم يعني، او ده عاده الزمالك، لازم تحترم المنافسين ايا كان هو مين. فكل الاحترام للبنك الاهلي والانتاج الحربي اللي هيلعبهم الزمالك، كل الاحترام وكل التقدير ليهم. الزمالك هيلعب مباراه بكافه نجومه بكل الاحترام، لان عايز يحسم لقب الدوري. احساسك الشخصي ان الانتاج الزمالك يخلص في الانتاج ولا في البنك الاهلي؟ لا ان شاء الله في الانتاج. في الانتاج. الانتاج الحربي، لان فريق الزمالك اذا اراد هيفعل، اذا اراد ان يكسب هيفعل. السكواد بتاع نادي الزمالك كبير جدا ولاعيبه على مستوى عالي، فبالتالي يقدروا يحسموا اي مباراه ويحسموا اي نتيجه. المهم هم يبقى يعني عايزين ده، لو عايزين ده هيحسموا. فاعتقد ان هم عايزين الفريق فايق، بيأدي بشكل كويس. مباراه الانتاج مباراه طبعا صعبه بالتاكيد. كل المباريات صعبه. صح. مستر كارتيرون حاطط هو وجهازه الفني حاطين هدف ان كل مباراه هي مباراه نهائي كاس. فبيلعب كل مباراه على حده. هو نهائي كاس يلعبه ويكسبه فيفكر في المباراه اللي بعدها. ان شاء الله اذا الزمالك حسم مباراه الانتاج باذن الله وفاز فتوج باللقب باذن الله قبل اسبوع من البطوله، هيبقى الهدف يتغير بقى بتاع الجهاز الفني. هيكون الهدف بطوله كاس مصر. كل الناس في نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك كلها دلوقتي بعد حسم بطوله الدوري بتفكر في بطوله كاس مصر. طيب. ازاي يجمع الثنائيه؟ طيب الجمهور كله امبارح كان بيكلمني قبل ما اطلع هوا على ان قبل ما البطوله تحسم، سواء للزمالك اللي فارق بنقاط، سواء
للاهلي يعمل ريمونتادا ويرجع تاني، كل حاجه في الكوره النهارده. بس قالوا ان موسيماني مش في مجال تقييم، موسيماني الموسم ده اخذ كل البطولات طبعًا اللي دخلها وموسيماني، وانا الحقيقه متفق يعني راجل عامل حقيقه موسم رائع جدا مع النادي الاهلي. هتفرق مع موسيماني اخذ بطوله او ما خدش؟ لا لا خالص خالص. يمكن انا كمان رصدت باهتمام شديد جدا رد فعل جماهير النادي الاهلي بعد التعثر قدام الاسماعيلي، و لقيت الجمهور لا خلاص يعني 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 تخيل حضرتك لما كان الاهلي بيكسب والعرض مش كويس كان الجمهور بيتضايق، لكن لما الاهلي يتعثر ويبقى يعني بطوله الدوري مش في ايديه الاقي الجمهور بيدعم موسيماني بشكل كبير جدا. لا جمهور الاهلي دلوقتي عنده قناعه غير عاديه ان موسيماني هو الافضل والاصلح صح للنادي الاهلي، وان هو ما حققه ويستحق عليه الشكر. الراجل لعب 5 بطولات جاب 5 من 5 يعني امتياز. فطبعا جمهور الاهلي عنده ثقه كبيره جدا، وجمهور الاهلي دلوقتي لو عملت استفتاء دلوقتي 100% من جمهور الاهلي كل الناس موسيماني الحقيقه طبعا. معنى كده ان موسيماني موجود الموسم ده. انا قلت لحضرتك من 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 فتره طويله جدا بقاء اي مدير فني في النادي الاهلي مرهون بالفوز بدوري ابطال افريقيا والتاهل لكاس العالم. بطوله الدوري بطوله الدوري يعني معيار، طبعا معيار مهم جدا، لكن المعيار الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا وكاس العالم. استخدامات النادي الزمالك الموسم اللي جاي هل هيعتمد على اعارات اكتر، التجديد وتثبيت لعبته، ولا صفقات خارجية؟ التلاتة في آن واحد يا كابتن سيف. يعني الزمالك عنده إعارات لعيبة على مستوى عالي جدا في الإعارات وكلهم. شفت مصطفى محمد؟ طبعا ماتش الأخير مصطفى محمد، وشفت مصطفى فتحي. أنا آسف مصطفى فتحي، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، يعني كل اللعيبة في الزمالك بتؤدي بشكل جيد جدا. وبامبو كريم بامبو لعيب يعني فارق جدا مع فريقه. فبالتالي الزمالك التلات امور وارده، في صفقات جديده، في صفقات جديده، لكن امتى تعلن او امتى تحسم لسه عندنا وقت بعد ان شاء الله بطوله الدوري. في تدعيمات، في تدعيمات في بعض المراكز. عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا ويمكن اعلى لعيبه في الدوري شايفينهم اعارات الزمالك عاملين شغل كويس جدا، كلهم هيرجعوا وهيتم التقييم بشكل يعني بشكل افضل في الفتره الجايه، وهنقول مين اللي هيكمل ومين اللي هيقعد. مستر كارتيرون واللجنه اللي موجوده، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسين السيد، مجلس الاداره، في شغل بيتعمل. يمكن في هدوء في نادي الزمالك، بيتعامل مع الملفات بهدوء شديد جدا، وبيتعامل مع الملفات بشكل مختلف عن الفترة اللي فاتت. فبالتالي يعني اعتقد جمهور الزمالك حاسس ان في فرق. لا في فرق، وفي فرق كبير في الفترة اللي فاتت في ادارة الامور. فان شاء الله ربنا يكلل النجاحات دي بالفوز ببطولة كاس مصر بعد بطولة الدوري ان شاء الله. استاذ علاء، ادينا لك ورقة وميكروفون وقلنا لك قيم الموسم ده او موسم الدوري مش موسم بطولات، او لو عايز الموسم كله، بالنسبة للنادي الاهلي ايجابيات وسلبيات. دايما عارفين ان الاهلي بيقف بعد اي موسم أكيد بيحط بالتأكيد. انا السنه دي ايه الايجابيات، انا السنه دي ايه السلبيات اللي تفاداها الموسم اللي جاي؟ يعني التقييم مش هيبقى امتياز، ان بطوله الدوري دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بطوله المفضله، بطوله بالنسبه لجمهور الاهلي. دايما جمهور الاهلي بيتعامل مع بطوله الدوري دي ان دي ملكيه خاصه، فلما يخسرها النادي الاهلي اذا خسرها يعني فده شيء هيقلب النادي الاهلي. يعني هو النادي الاهلي واخد بطولات كتير جدا، لكن فكره ان النادي الاهلي واخد 5 بطولات متتاليه دي شويه عامله يعني مقلله قوي من رد غضب جمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي بيلتمس العذر، يعني حتى لما بيجي يقول لك احنا ازاي نخسر الدوري بيفكر بينه وبين نفسه، يقول لك احنا من شهر واحد بس يعني 17/7 كان النادي الاهلي بطل افريقيا، يرجع يقول لك ايه في شهر 5 كنا بطل السوبر افريقي، مش عارف شهر 2 كنا ثالث العالم، في شهر 11 اللي فات كنا ابطال افريقيا مثلا نوفمبر اللي فات. فاقصد ان جمهور الاهلي الخمس بطولات اللي حصلت دي مخلياه مش زعلان، يعني يعني في غصه بس في رصيد كبير جدا، في رصيد عند الاداره، عندهم رصيد كبير جدا في الاداره، عندهم رصيد كبير جدا في الجهاز الفني طبعا، في اللاعبين حتى يعني يعني صعب جدا. في بعض انتقد اللاعبين، لكن اللاعبين اللي بتقدموهم دول هم نفس اللاعبين دول اللي جابوا لهم 5 بطولات في زمن قياس، يعني ما في يعني في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ مش هقول على العالم يعني مستوى العالم، لكن ما فيش في فريق قدر يعمل 5 بطولات في مساحه زمنيه زي النادي الاهلي. فبالتالي الجمهور بيلتمس العذر جدا، لكن الموسم كله بالنسبه للنادي الاهلي يعني اعتبر لحد الان امتياز. لو خسر بطوله الدوري العام اعتقد ممكن يبقى موسم جيد جدا للنادي الاهلي، جيد جدا، موسم جيد جدا، جيد جدا. بلغه خمسه يعني 6 بطولات يكسب منهم 5 يبقى اعتقد نتيجه ايجابيه. دلوقتي الكابتن حسين لبيب كان معايا من كذا يوم، كنت بتكلم عليه على موقف يخص جنش
وانا كنت معتقد الموقف ده يعني قرره هيؤجل او الحديث فيه، قال لي لا ما فيش مشاكل خالص وما ياثرش الفريق والنش كبير وكابتن فريق النادي الاهلي، ولكن اللي غلط هيتعاقب. الزمالك يا فندم. الزمالك انا اسف، واللي غلط هيتعاقب وخلص يعني الموضوع. قالوا بشجاعه كبيره جدا، لو اي حد تاني يتكلم في الموضوع قال ممكن يقول لك ده هز فريق وده ما فيش حاجه، دنيا سهله جدا. وقال للراجل عقوبه ونتكلم مع كارترون ونشوف الموضوع سهل. يعني انا بقول لحضرتك كابتن سيف ان نادي الزمالك ومجلس الاداره او اللجنه المؤقته اللي بتدير النادي هي شايفة ان المبادئ لا تتجزأ، مبادئ نادي الزمالك لا تتجزأ. جنش اخطأ او اي لاعب اخطأ بشكل عام، لاعب اخطأ في جهاز فني او في اداري او ايا كان، لو اخطأ لازم ياخد عقاب، والعقاب ده ما فيش فيها فصال. يعني ما ينفعش لاعب يخطأ واتغاضى عن ده ولعبه وبعد كده اقول اصل ده هو ما اخطأش او ادافع عنه، ما ينفعش في نادي الزمالك الكلام ده ما ينفع. هل خلاف جنش مع كارتيرون يتحل ولا الامور صعبه؟ لا كل حاجه ممكن تتحل، بس في النهايه في ثواب وفي عقاب، ما ينفعش ما تعملش ثواب وعقاب. فبالتالي في عقاب لجنش، تم هو خد العقاب اللي عمله كارتيرون، اللجنه المؤقته وافقت على العقوبه وخد العقوبه خلاص. تمام. جنش مش هيكون مع الفريق لنهايه الموسم. تمام خلاص في عقاب بس. طيب على السوشيال ميديا في بعض الاسامي اللي بنسمعها ان كارتيرون بيفكر فيها، ما بقيناش عارفين. موسيماني انا اسف، مش عارف ليه هنا كده بس على مسافه واحده موسيماني. يعني في اسامي كتيره بتتقال مش عارفين موجوده السنه الجايه مثلا ولا لا. بواليا، مروان، ابتدى يخش كهربا، وابتدى يتقال ان كهربا، لا كهربا على قناعات كبيره لموسيماني، وشايفين كهربا ماشي بشكل كويس. الاسامي اللي احنا بنسمعها دي مظبوطه مش مظبوطه؟ عمار حمدي ممكن يرجع، عبد القادر هيرجع، ولا في ورق بديل موجود والناس دي هيدي لها فرصه ثانيه للاعراب من وجهه نظرك؟ شوف يا كابتن، احنا دلوقتي بنتكلم على ان النادي الاهلي حسم ثلاث صفقات خلاص، حسمهم رسمي والموضوع منتهي فيها، ثلاث صفقات للنادي الاهلي. باقي انت عارف عندنا لائحه اللاعبين الاجانب دي شويه فيها عدد معين ولازم خمس لاعبين والكلام ده كله، فبالتالي النادي الاهلي اتعاقد مع اثنين افارقه فهيشيل اثنين افارقه، فبالتالي الاقرب لحتى هذه اللحظه بواليا وجايه. لو ديانج مشي هيتم الاحتفاظ بواليا وهيكون ديانج يمشي ومعاه هو ديانج ممكن يمشي ولا الارقام الفلوس مش ده الموضوع؟ هو لحد دلوقتي في مفاوضات، بس جلطة سراي لحد دلوقتي متمسك بموقفه. اخر عرض لحد امبارح بالليل كان نادي جلطة سراي موافق على 5.5 مليون يورو و15% من عائد بيع اللاعب. النادي الاهلي لحد دلوقتي متمسك ب 7 مليون و20% من قيمه البيع. يعني لو جاله 7 مليون هيتباع؟ اه طبعا طبعا طبعا، لو جاله 7 مليون هيبيعه النادي الاهلي طبعا طبعا. وخاصه كمان ان اللاعب نفسه انشغل جدا الفتره اللي فاتت دي بالعرض، ويمكن حتى شفنا مستواه مش هو ده ديانج ابدا. يمكن كان اخر كان في راي فني للكابتن طه في الاستوديو، حضرتك سمعته؟ لا لا للاسف والله. بعد الماتش اللي فات كابتن طه قال ان يعني اتكلم عن البطوله، وحتى مكسب دوري او خساره الدوري مش ده الموضوع، المهم ان الاهلي يجي في نهايه الموسم في لعيبه كتير لازم تمشي اكيد، ولعيبه لازم تتباع، ولعيبه جابت فلوس كتيره، ولعيبه تيجي. تمام. ناس كتير اختلفت مع تصريح الكابتن طه، هل في لعيبه فعلا كتير تمشي بالنادي الاهلي؟ اه لا 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 خالص، هو يكون احلال وتبديل في بعض المراكز واجباري. يعني قلت لحضرتك يعني لولا ان احنا مقيدين او محكومين بخمسه اجانب كان النادي الاهلي ممكن يحتفظ بواليا وديانج مع بعض ويكون مثلا اجيه، لكن القايمه عندنا رابطه النادي الاهلي ولازم يكون خمسه بس، فبالتالي لازم النادي الاهلي مجبر على لكن انت قلت مروان، يعني انت رايك ان مروان خلاص؟ اه يعني اعتقد ان مروان ممكن يعني ده رايي انا الشخصي. آه. رايي انا الشخصي ان مروان من الافضل انه يرحل، لان خاصه ان في اكثر من بديل، لكن اعتقد ان لو احمد ياسر ريان غالبا يكون في الدوري التركي. آه. اعتقد ده ممكن يعزز شويه من بقاء مروان محسن، لانه كان هيجي على حساب مروان محسن. آه. يعني احمد ياسر ريان يعني عودته كانت تبقى على حساب مروان محسن فنيا داخل الملعب، يكون محمد شريف يعني معنى كده ان التغيير هيبقى في 2 3 في بعض يعني الافريقيين هيكون 2 3 وفي بعض اللاعبين ممكن يعني تعرف احنا عندنا صفقه تانية اللي هو كريم فؤاد. وفي ممكن يكون في لاعب تاني محلي موجود، يعني اقصى حاجه يكون النادي الاهلي اربع صفقات. اربع صفقات يكون اقصى حد للنادي الاهلي. اسم كهربا؟ لا كهربا غير، يعني اسم كهربا لم يطرح في اي نقاش. اي نقاش كهربا انا مقتنع بكده. اه
هو وحسين الشحات اعتقد من اهم 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 مكاسب الاهلي في المباراه الاخيره هي تالق حسين الشحات وكهربا. طاهر قدم اوراق اعتماده مع النادي الاهلي للاسف المباريات اللي بيجيد فيها بشكل كبير جدا بتكون نتائج سلبيه، ودي عامل يعني عكس مثلا حسين الشحات. يعني حسين الشحات كان توفيقه او عودته كانت بتيجي مع انتصارات، فعشان كده كان بيبان دوره. انت عارف يا كابتن لما لعيب بيشيل فرقه في مباراه او يدخل يعمل فارق كبير جدا، فرق فني والنتيجه ما تكونش ايجابيه ما بيبانش الدور ده، لكن لو كان النتائج ايجابيه كان زمان دوت تطور في حته تانية زي ما بيقولوا يعني. لكن كهربا يعني افضل حاجه دلوقتي عند بوسيماني، يمكن بوسيماني دلوقتي اسعد انسان دلوقتي في العالم بعوده الشحات وتالق كهربا الفتره اللي فاتت دي. هل ممكن محمد ابراهيم يرجع الزمالك؟ محمد ابراهيم اعتقد صعب في الظروف دي يعني. صعب، اعتقد صعب جدا. لا محمد ابراهيم اعتقد ظروف صعب جدا. حسيت كده من الكابتن حسين لبيب ان بن شرقي خلاص يعني بيقترب. طبعا بن شرقي لعيب كبير جدا، تقريبا هو احسن محترف في الدوري المصري بقاله فتره، لعيب لا غنى عنه. المفاوضات معاه بقالها فتره طويله زي ما انا قلت لحضرتك، فعلا بيقترب، وفعلا بيقترب جدا جدا جدا. هو باقي قاعده بس الاتفاق على شويه ارقام كده وحاجات، لكن هو عنده الرغبه ان يستمر في الزمالك، والزمالك عنده رغبه اكيده ان يجدد لبن شرقي، فبالتالي في تلاقي يعني. فالمساله خلاص يعني هي بس بعد يوم الثلاث ان شاء الله الزمالك يكسب بطوله الدوري، هيبقى القعده دي هتبقى خلاص خلال ساعات بعد المباراه يعني. اللقطات الاخيره اللي شفناها مع مروان حمدي ممكن تخليه موجود؟ والله كارتيرون مقتنع جدا بمروان حمدي على فكره يعني. كارتيرون مقتنع بمروان حمدي وبامكانيات مروان حمدي، وهو بيدفع بيه في اوقات معينه، وهو الولد بدا يظهر بشكل جيد، وجاب جون مؤثر جدا وجون كويس، والفترات اللي بيلعب فيها رغم انها بتبقى فترات قصيره لكن بيجيد فيها، وفي ماتش دافع بيه من بدايه المباراه، معناه ان كارتيرون مقتنع بهذا باللاعب ده. مروان حمدي لعيب كويس يعني وامكانياته كويسه، بس هو عايز يعني فرصه. مشكله الزمالك والاهلي دايما انه فرق كبيره، فاللاعب اللي ما بيدخلش جاهز على طول ما بيلحق، اللي مش هياخد فرصته يعني اللي مش هيستغل الانصاف الفرص بيبقى موقفه صعب. فالكل بيقول لك ايه، لا ملوش مكان، يروح يجهز بره. لكن مروان حمدي لعيب كويس. ليك تصريح مش هنساه، بس الزمن لف والتصريح رجع تاني. قلت لما سالتك الحلقه اللي فاتت دي قلت لك مين بديل الشناوي في المنتخب الوطني، فقلت لي ابو جبل. وكان جنش اللي بيلعب. صحيح. وابو جبل دلوقتي اللي رايح. صحيح. انا دايما عندي حس يا كابتن. لا بس يا خباك، انت قلت اللي هيكون جاهز في وقت الوقت الاختيار. انا فاكر كويس جدا الحاجه، انت قلت لي اللي هيكون موجود وبيلعب في وقت الاختيار هو اللي هيكون موجود في المنتخب. لا هو السؤال ليه حاجتين يا استاذ علاء. انا قلت كده، انا مقتنع دايما ان اللي هيلعب هيروح. تمام. استاذ عمرو قال كده وجنش بيلعب. انا استغربت، حتى انا قلت له قال لي مين بديل، قلت له مين بديل الشناوي وجنش اللي بيلعب. فانا قلت له حضرتك منين بتقول كده وجنش يلعب؟ قلت لي ابو جبل. مظبوط، ابو جبل بيلعب دلوقتي. دي الحاسه السادسه اللي مش عندكم. حاسه ولا معلومه؟ دي الحاسه السادسه اللي مش عندكم. الحاسه السابعه اصلا. ايه بقى؟ لا هو يعني انا يعني استشفيت من التدريبات والبتاع، مجتهد جدا، عامل مجهود كبير جدا ابو جبل، فبالتالي لازم هياخد فرصته، وانا عارف ان كارتيرون عامل نظام عدل يعني ما بين الجميع، فالحارس اللي بيحس ان بدا مستواه يقل نوعا ما، وده لا يقلل من جنش طبعا حارس كبير، لكن اللي بيقل نوعا ما على طول بيدفع بالتاني، لان الثلاثه بس. انت كعمرو الدردير مقتنع بابو جبل؟ طبعا. تقييم حضرتك للشناوي ايه في الموسم كله؟ يعني اعتقد العرض اللي جاي للشناوي من نادي خليجي كبير جدا، نادي سعودي كبير جدا جدا، الرقم ده فعلي. الرقم ده يا كابتن لا يمكن يوصل لاي حارس مرمى، هيبقى الرقم ده تاريخي في حراس مرمى، مش في مصر طبعا، لان شناوي في حته ثالثه وحته رابعه. السعر ده لو يعني السعر اللي هو فين ده يا كابتن؟ لا موجود اللي هو فين؟ موجود. عرض وهمي مربوط ومش هيحصل. طب يبقى فين يا عمرو؟ تاريخ ايه اللي هيحصل؟ خليك انت قاعد بس يا عمرو. لا استنى دي واحدة استاذ عمرو، بعد اذن حضرتك بتتكلم محدش قطعك. الشناوي طبعا خلاص يا كابتن خرج التقييم وخرج منافسه، بقول لحضرتك العرض اللي جاي له تضاعف.
انا قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات عن قيمه العرض، العرض تضاعف بشكل كبير جدا. وصل لكام؟ وصل 4 مليون دولار للاعب، للاعب ضاعفوا كمان القيمه دي 4 مليون دولار في السنه، في الموسم الواحد تضاعف بشكل كبير جدا. وامبارح اتصل بيا مسؤول، اتصل بيا انا على مستوى شخصي مسؤول، كان عايز ياخد نمره الشناوي، وبيقول لي إن، ان ان عنده معلومه مؤكده ان اداره نادي النصر السعودي رفعت قيمه التعاقد 100% مع الشناوي، وقال لي ان ده هيكون اكبر رقم الدفع في حارس مرمى في تاريخ. طب عايز عايزين نستفسر امبارح بس بقى. لا انا برضو عايز استفسر هرجع لحضرتك، هرجع لحضرتك، انا عندي استفسار استاذ عمرو، هرجع لحضرتك بعد اذنك. احنا انا دلوقتي عايز اسال سؤال. اتفضل. الرقم ده، هل الارقام اللي قاعده بتتضاعف دي ممكن تخلي الاهلي يفكر؟ وليه لا؟ لو 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 في، لو الارقام دي 4 مليون دولار في الموسم وهم عايزينهم موسمين ب 8 مليون دولار، ممكن النادي الاهلي يوافق لو في بديل، لو في بديل جاد. لا 4 للاهلي و4 للحارس. لو النادي الاهلي وجد ان في بديل، بس اعتقد التوقيت صعب جدا. النادي الاهلي خلاص داخل عندنا كاس مصر وعندنا سوبر افريقيا الشهر الجاي، وبعد كده دوري ابطال افريقيا يبتدي على طول مباشره، وهو كمان اللاعب كمان مرتبط كمان الفتره الجايه بمنتخب مصر، مباريات تصفيات كاس العالم، فاعتقد ما فيش، مش هيكون في وقت. لكن الـ 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 العرض تضاعف، تضاعف يا كابتن. طيب العروض يا فندم ما بتضاعف، يعني شفنا مثلا في ليفربول صلاح مضى مع ليفربول 3 سنين او 4 سنين، بعد تالق كبير وبعد عروض كتير عدلوا له عقد. مظبوط. هل حصل؟ حصل في النادي الاهلي، حصل. ومش للشناوي بس، حصل اكتر من لاعب في النادي الاهلي، اكتر من لاعب في النادي الاهلي تم تضييته الفتره اللي فاتت دي بشكل كبير جدا. لا يعني بعد عرض زيدان للشناوي هل هيبقى فيه؟ بالتاكيد، بالتاكيد في وجهه نظر. الكابتن محمود الخطيب عمل جلسه خاصه مع محمد الشناوي واتناقش معاه في موضوع العرض ده، وانا اعتقد ان الكابتن الخطيب، اعتقد الكابتن الخطيب لانه عارف قيمه الشناوي وعارف قيمته واهميته في النادي الاهلي، ده مش يعني في حراس مرمى نص فريق، لكن الشناوي ده في بعض مباريات النادي الاهلي في افريقيا وكاس العالم الانديه بيكون كل الفريق طبعا، فاعتقد النادي الاهلي هيعوضه بشكل كبير جدا. عمر كمال عبد الواحد. لا انا بس معلش، الشناوي، الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. ثانيه واحده بس بعد اذن حضرتك. طب ايه بعد ليا سؤالين، سؤالين ليا انا يا فندم، ليا انا لحضرتك. انت حضرتك ما تكلمتش ليه عن اوضه اللبس والكلام ده؟ الشناوي هياخد 4 مليون دولار. فضل. يعني كم 4 مليون دولار دي كام؟ لا لا استاذ بعد اذنك السؤال ليا. كم مصري يا فندم؟ اتفضل. كم؟ 70 مليون جنيه. 70 مليون جنيه. اتفضل. النادي الاهلي هيقبل ياخد من النادي الاهلي اقل من 40 مليون؟ حضرتك ده السؤال صح؟ انا بسال السؤال الثاني بس اكمل بس. اتفضل. هو دلوقتي معروض عليه 70 مليون في السنه. تمام. هياخد من الاهلي اقل من 40 مليون؟ السؤال الثاني ده السؤال الاولاني. انا هجاوب. طب لو هياخد 40 مليون اللعيبه الثانيه هتاخد فين؟ اوضه اللبس وفين الكلام اللي بتقولوا لنا عليه؟ دي حقيقة السؤال الاولاني. تمام. السؤال الثاني، لو هو هياخد 40 مليون الشناوي، طب ازاي قفشه اللي قاعدين بتتغنوا بيه بياخد 5 بس؟ تمام. ادي حارس مرمى 40 ولاعب مهم 5. خلصت يا فندم. انا مش فاهم انتوا. انا روح انا استاذ علاء، استاذ علاء على حضرتك. اول حاجه يا فندم، اول حاجه محدش بيعرف، ولا في الزمالك على فكره، لا في الاهلي عرفنا العقود بكام، ولا في الزمالك يا فندم. دي واحده خلص يا فندم، الارقام دي وانا اللي جبتها. يا استاذ عمرو، استاذ علاء، استاذ علاء، استاذ علاء، استاذ علاء، استاذ علاء، يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، لا دي فرصه رد بعد اذنك، بعد اذنك. ده الاعلام السعودي اللي بيتكلم. الاهلي والزمالك نجاحهم احنا ما نعرفش مين بياخد كام، ما نعرفش، احنا مش هنعرف بن شرقي بياخد كام، ولا نعرف علي معلول بياخد كام، هي كلها ارقام توقعيه. ده موضوع حطه بقى على جنب. تمام. اللي حضرتك النهارده يجي له عرض، في اكتر من 4 5 لعيبه في الزمالك جالها عروض بارقام كبيره جدا من انديه بره، في دوريات بره، وانديه مصريه ارقام كبيره جدا، واللعيبه مضت وكملت في الزمالك. لا ما كويس يا فندم، حطيت ليه الزمالك في جمله؟ انا جاي لك في الاهلي. احنا بنسالك على الاهلي يا فندم. في الزمالك ليه يا فندم؟ انا جاي لك بس. احنا ما بنتكلمش يا استاذ عمرو. اسمع يا عمرو، خد بس وقت، اسمع بس، اسمع وقت، اسمع. انا ببتدي في الزمالك ليه؟ انا بقول لحضرتك ده حصل في الزمالك، وفي الاهلي في عروض للعيبة كتير جدا بأرقام كبيرة جدا. ومع هذا اللعيبة دي انا بسأل حضرتك سؤال واحد يا كابتن سيف. انا جاي لك اوضة اللبس اخبارها ايه؟ اديني فرصة، اديني فرصة، اديني فرصة اخلص كلام. اديني فرصة، انا جاي لك اهو. قول يا كابتن سيف. ففي لعيبة كتيرة جدا جالها في النادي الاهلي ارقام. انت بتبرر دلوقتي وانا انا براعي. انا خلصت الاجابه، انا مراعي حضرتك. انا خلصت الاجابه، خليني بس اخلص الاجابه وبعد كده شوف انت عايز ايه. اتفضل. في لعيبه جالها ارقام كبيره في الاهلي، ارقام ما تقومش مشيت،
وفي لعيبه برضو كبار جالها ارقام وقعدت. تمام. اللعيبه دي اللي قعدت تسال هي قعدت ليه؟ هو ده دماغها يا حره. واللي مشي العرض يا فندم اللي جه بعد اذنك ساعه بس، العرض ده اللي بيجي ب 4 مليون دولار ده عرض جاي من نادي بره. تمام. ماليش علاقه باوضه اللبس يا فندم. تمام. يا فندم مختلف. يا فندم ماليش علاقه باوضه اللبس وملوش علاقه باجبار ان انا جالي عقد باربعه يعني 70 مليون ادهم لي. ادهم لي. بدليل ان في لعيبه كتير في النادي الاهلي، وعشان كده قلت لك في الزمالك، انت بتقولي ايه اللي دخل الزمالك؟ دي حاجه كويسه، جالها عروض كتيره جدا وتمسكت بالاهلي والزمالك. ليه تمسكوا وهم جاي لهم عروض كده؟ يسالوا اللعيبه، ليها علاقه باوضه اللبس؟ لا مالهاش علاقه باوضه اللبس. بس خالص مالهاش خالص اوضه اللبس بريئه في الخارجيه. اوضه اللبس بريئه. ايوه بريئه. ايوه يا فندم. ايوه استاذ علاء، استاذ علاء، استاذ علاء هديك الفرصه. لا لا والله لا. ايوه بريئه. عشان حاجه أيوة مش هو الكابتن علاء قال حاجه طب. دلوقتي فضل. انا بتكلم بناء على كلامه فضل. هو قال ان لا الكابتن الخطيب قعد مع الكابتن الشناوي ووعده بتعديل عقده. تعديل وعد تعديل. ايوه في تعديل. اه تعديل. لو انت بتاخد جنيه ممكن تيجي ربع. طيب. بس جاب اللي جالك. طيب. بس اقول لك العقاب اللي جالك. انا بسالك سؤال بس. انا مع كلامكم والله. انا طيب. ما جريتش يا جماعه. انا بقول نفس كلامكم ده. انا بايد يعني حصل ثوره في الزمالك لما سياسي احترف في الدحيل. بس انا بس اتفضل يعني الشناوي فئه اولى واعلى واحد بياخد في الاهلي. تمام. لسه هيعلى اكتر. اه طب مين قال لك؟ مين قال لك مش على واحد؟ هو يا فندم مش على واحد يا فندم. دي واحده. لا 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 ما ياثرش على اوضه اللبس. لا لا مش على واحد خالص. يا استاذ عمرو. اوضه اللبس لا مش على واحد. اوضه اللبس في الزمالك والاهلي بريئه. اوضه اللبس اللي كانت ايام ساسي وحلوه. ايوه فينها دلوقتي؟ دقيقه واحده بس. عقبال بقى ما تشربوا حاجه كده وتشرب حاجه يا استاذ عمرو واتنين ليمون نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. طبعا صنع العاب الاول في مصر ووجوده مؤثر في النادي الاهلي، وكان له دور في بطوله افريقيا وكان له دور في السوبر، ويعني كل البطولات اللي حصدها الاهلي افشا طبعا كان متواجد ومتواجد بقوه. كذا لاعب يعني في معلول، في شناوي، في اكرم توفيق، محمد شريف طبعا. والله راجل الموسم في الدوري دوت يعتبر في عمرو السوليه يعتبر احسن لاعب هو مجدي افشا بصراحه. علي معلول بالنسبه للعيبه ها، واليو ديانج احسن لاعب في الاهلي الموسم ده مجدي قفشه بشكل كبير. انا شايف السنه دي قفشه قدم مستوى جامد وكان سبب في فوزنا طبعا في بطوله افريقيا كبير. بس محمد شريف، في علي معلول، محمد الشناوي. راجل الموسم هو مجموعه اللاعبين بدايه طبعا من الكابتن الشناوي، يعني هو بطل كل حاجه، عمل كل حاجه طبعا. الراجل الموسم الاول في الاهلي طبعا هو اكرم توفيق طبعا. لاعب مجتهد بيشتغل على فنياته كويسه جدا. اشرف بن شرقي طبعا، يعني الهداف ووينج الشمال، فاحسن لاعب طبعا هو يعني يعتبر 80% من هجوم الزمالك. احمد سيد زيزو، يعني هو جاب اهداف حاسمه و عامل معانا شغل جامد، يعني هو طارق حامد برضه. راجل الموسم في الزمالك بن شرقي، لعيب مهم جدا في الفرقه. راجل الموسم في الزمالك اشرف بن شرقي، عشان هو الهداف في الفرقه وهو المهاجم القناص في الفرقه ومساعد الفرقه. احمد سيد زيزو. راجل الموسم في السنه دي في نادي الزمالك هم بصراحه كتير، يعني لو نقدر نقول انه اللعيبه كلها ماشي، بس هنقدر نقول طارق حامد. انا عن نفسي انا بحب طارق حامد بصراحه، هو طارق حامد وبن شرقي وبصراحه وما ومحمود علاء ومحمود والوينش بصراحه هم اللي يعتبروا هم اللي شايلين الزمالك كله بالكامل. انا شايف ان راجل الموسم في الزمالك بصراحه هم كلهم رجاله، بس انا شايف مثلا ممكن من وجهه نظري الوينش، طارق حامد، بن شرقي، هم كلهم رجاله بصراحه، بس انا بالنسبه لي ممكن الوينش. اعتقد انه كارترول.
كل الشكر وكل التحيه لجمهور الاهلي والزمالك. رجل هذا الموسم في الاهلي اسامي كتير قالوها، قالوا السولية، قالوا محمد شريف، قالوا أفشة، قالوا مجموعه كبيره في الزمالك، قالوا الونش، قالوا طارق حامد، قالوا بن شرقي، ولكن ناس كتيره جدا اتفقت على أفشة، على بن شرقي. راي حضرتك في النادي الاهلي، النادي الاهلي او الزمالك؟ في النادي الاهلي انا شايف أفشة طبعا لعيب كويس جدا، لعيب محترم ولعيب على مستوى عالي ويستحق فعلا يكون احسن لاعب في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. في الزمالك ومعاه بعضه محمد شريف حقيقه، لانه برضه لعيب كويس جدا وهداف كويس وحاجه يعني تزيد لمنتخب مصر، يعني حاجه تضيف لمنتخب مصر. في الزمالك الزمالك طبعا كل فريق الزمالك نجوم، الزمالك كله على بعض نقدر نقول لعيبة رجالة وكلهم نجوم الموسم، لكن يعني اتفق مع بعض الناس اللي قالت بن شرقي وبعض الناس اللي قالت الونش. انا شايف الونش وبن شرقي حاجة تاني خالص، هم افضل ناس في الموسم. استاذ علاء، طبعا انا شايف ان مجدي أفشة مش راجل موسم في النادي الاهلي بس، راجل موسم في الكره المصريه، يعني لاعب كان ليه حضور كبير جدا، ليه حضور كبير جدا، راجل سجل في 2 دوري ابطال براحته الراجل، ليه 2 يعني لاعب سجل في 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، لاعب كان ليه حضور مميز كل المباريات الصعبه للنادي الاهلي كان موجود فيها، خد للعام الثاني على التوالي صاحب افضل هدف في افريقيا، خده في بطوله الكاس التاسع اللي قضيه ممكن، وخدها في العاشره افضل هدف. فطبعا هو رجل، انا شايف ان مجدي أفشة هو رجل الكره المصريه الاول عنده الماضي والحاضر والزمالك طبعا اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي عايزين في الماضي ما بسمعوش، اتفضل استاذ عاطف، اتفضل ما بسمعوش في الزمالك. لا الزمالك اشرف بن شرقي اعتقد لاعب صنع فرق كبير جدا مع الزمالك الموسم ده، وكان ليه دور مهم جدا في ماتشات كبيره جدا، يعني كان ليه دور انه وصل الزمالك نهائي دوري ابطال في التاسعه ولكل مباريات حتى السوبر الافريقي، خدوا الزمالك السوبر الافريقي تقريبا لا 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 لاعب ليه حضور، يعني اشرف بن شرقي. انا شايف ان اشرف بن شرقي هو افضل لاعب في الزمالك. سمعنا بعض الاخبار على المدرب العام للنادي الاهلي ان هو جاي له عروض ان هو يبقى مدير فني في انديه في جنوب افريقيا وان هو ممكن يرحل، هل الكلام ده اشاعه ولا مظبوط؟ لا 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 ده كلام كله ده مجرد اجتهادات، هي كان بس في خبر في احد الصحف في جنوب افريقيا قالت ان في الاسم ده مرشح يكون موجود في جهاز فني يرجع تاني نادي صن داونز تاني، وفي بعض قال لك لا هيروح كايزر تشيفز مدير فني في بعض الاسماء، وده اللي خلى بعض الناس تطرح اسم المدرب العام في النادي الاهلي، يعني اللي هو يعني اتقال اسم الكابتن عماد النحاس والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن، واتقال كذا اسم في النادي الاهلي، لكن لحد دلوقتي لا يبقى الوضع كما هو عليه، يعني الموسم الجاي الوضع زي ما هو، الجهاز الفني تقريبا زي ما هو. توقعاتك يوم الثلاث ما يخص الاهلي وما يخص الزمالك؟ مباراه الزمالك طبعا مباراه صعبه جدا جدا جدا، تاج الحربي هيلعب المباراه وهو مش باكي على حاجه، فبالتالي ما عندوش اي حاجه، يعني هيلعب بحريه تامه، فبالتالي لعيبته عايزه تقدم نفسها وعايزه تروح انديه اخرى، فبالتالي هتعمل عرض كبير جدا وهتبذل مجهود كبير انها توقف الزمالك. نادي الزمالك طبعا طبيعي ان عنده هدف وهدف اسمى، فبالتالي هو عايز يحقق هدفه، فالمباراه هتكون صعبه جدا ما بين الفريقين. اللي يتخيل ان المباراه سهله واهم جدا، لا هي مباراه صعبه ومباراه مهمه وحساسه، وان شاء الله الزمالك يفوز على الانتاج الحربي ويبقى مش محتاج لاي مساعده خارجيه. مباراه الاهلي واسوان هي مباراه يعني الاهلي والجونه، مباراه الاهلي والجونه هي مباراه يعني اسهل شويه للنادي الاهلي، لان الجونه طبعا في وضع متوسط الجدول، يعني لا هو غريق ولا هو بينافس، فبالتالي وضعه مستقر، والنادي الاهلي محتاج يفوز عشان برضو في جزء من الامل. يعني مباراه صعبه، طبعا مباراه صعبه للنادي الاهلي، لان هو بيلعب تحت ضغوط، عايز يجري ورا الاول، فطبيعي اللي عايز يجري ورا الاول الثاني دايما بيبقى ايه عنده الضغوط دي، يعني فهو عنده ضغوط. مباراة صعبة يعني. طبعا. استاذ علاء، الماتشين طبعا الزمالك طبعا اكيد مفيش فرصة انهم يضحوا بمباراة بطولة بالنسبة لهم، لو كسبوا خلاص.
فاعتقد ما فيش مجال حتى مهما كان المنافس. يعني في مباريات دي ما لا تقبل القسم. مباراة يعني سهلة ولا صعبة؟ لا صعبة طبعا صعبة. طبعا صعبة جدا طبعا صعبة جدا. ومباراة الاهلي والجونة برضو مباراة صعبة جدا. عمرو قال ان 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 الجونة ما عندوش حاجة يبكي عليها، ما عندوش حافز كبير، لكن الدوافع عمرها ما كانت، اللي احنا شفنا اندية تانية كان عندها دوافع للفوز قدام الزمالك وما كسبتش زي الاسماعيلي، ولكن ننتظر من الجونة. لا دي الدوافع الدوافع انا بتكلم على الدوافع عم بتكلم على الدوافع لكن الدوافع عند الجونة موجودة طبعا. في كل فرقة دلوقتي بتحاول ان هي تعمل مسك الختام ليها. في لعبة بتسوق نفسها بشكل كبير جدا، واحنا شفنا يمكن الفترة اللي فاتت دي يعني اخر 5-6 أسابيع قدمت الكرة المصرية مجموعة من اللاعبين بجد حاجة مبهرة. يعني انت توقعاتك نتائج للماتشين، مين يكسب هنا ومين يكسب هنا؟ فوز وفوز. فوز وفوز الزمالك. وحضرتك توقعاتك؟ فوز وفوز. فوز وفوز. طيب نسمع كمان رأي الجمهور هيقول ايه. صعب بصراحة، المواضيع اتعقدت قوي، وكان يعني كان الماتش اللي فات كان فيه امل شوية لو الزمالك كان التعادل، بس المواضيع اتصعبت شوية. احنا للأسف ضيعنا نقط كتيرة، بس احنا خدنا بطولتين افريقيا والدوري مخلصش لسه، يعني مفيش مشكلة. بالنسبة انا شايف ان الزمالك هيكسب بنسبة 80% الماتشين، 90% دوري محسوم للزمالك. يعني ما اعتقدش انها تكون في مفاجآت، لان الزمالك خلاص هو يعني فرصة ذهبية بالنسبة له، ولو فرط فيها مش هلاقيها تاني. يعني مفيش نسبة الزمالك هيكسب الماتشين، مش ماتش واحد ان شاء الله. يعني يعني ان ربنا اكيد محضر لنا حاجة حلوة وحاجة اليوم احلى ان شاء الله يعني، واللي هيكون ليه اللي هو يكسب الدوري هيكسبه، مش اكتر من كده يعني، محدش هياخد حق حد ان شاء الله. الماتش الجاي هيخلص الزمالك يعني نسبة 90% الدوري الماتش اللي جاي الانتاج الحربي هيخلص يعني ممكن 30%. لا ما اقدرش اتوقع اكتر من كده برضه، لان الفرصه مش في ايدينا احنا. والله هم الماتشين اللي جايين صراحه لا يحتملوا المفاجآت، الفوز ثم الفوز ثم الفوز. الماتشين اللي جايين بنقول الاهلي باذن الله يكسب، وبرضه بنقول جود بلاي نادي الزمالك ومبروك عليهم الدوري. لا هنكسب ان شاء الله، كده كمان هناخد الدوري 90% 95%. دي صعبه قوي ان الزمالك يخسر الماتشين اللي جايين عشان احنا ناخد الدوري، بس احنا اللي نتحاسب على ضياع الدوري مننا احنا. الماتش اللي جاي ايوه لسه الماتش اللي جاي هو اللي هيبين اذا كان يعني لحد اخر ماتش بصراحه بنسبه 50% ممكن الزمالك. اتمنى طبعا يخسر ماتش او يتعادل واحنا نكسب ماتشين الجايين، تبقى طبعا فرحه كبيره للجماهير يعني. يعني خلاص من عدم الدوري محسوم خلاص، مفيش حاجه تحصل يعني، الدوري في الزمالك خلاص. لا الدوري اتحسم بنسبه 90% للزمالك. هو الدوري بص يعني دي حلاوه الدوري المصري، وانا اتمنى ان المنافسه تبقى كده على طول، ما تبقاش طرف واحد على طول يعني، اتمنى المنافسه لاخر اسبوع. ده رأي الناس في الشارع، ودي العلاقة ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك. جمهور الحقيقة عظيم جدا، وجمهور كبير سواء جمهور الأهلي جمهور الزمالك بنوجهلهم كل التحية. كابتن نفسي مرة تقول جمهور الزمالك قبل جمهور الأهلي، جمهور الزمالك كل مرة تقول الأهلي قبل الزمالك. أنا قاعد يعني بتابعك. جمهور الزمالك جمهور الأهلي، جمهور الأهلي جمهور الزمالك. أنت كنت بتحتفل بإيه وإحنا راجعين؟ انا احتفلت، انا عملت حاجه، انا عملت احتفال كده. طب انا بجد ليه حكيت فيديوهم او حكيت ان الاهلي تقلب للزمالك يعني؟ طب ايه المشكله؟ ما دي ابجديات، حتى ابجد اللغه العربيه اهلي زمالك يعني. مع انه الف مثال يعني، دي كمان فيها استاذ عمرو اهلي زمالك. اللغه العربيه بتقول زمالك ثم زمان ثم اهلي. طب دي اللغه العربيه. ممكن اسالك سؤال؟ مش عارف انت حبيبي، اعرض لك على الشاشه حاجه مكتوبه في جريده الاهرام الاهلي والزمالك، كاتبها واحد حبيبك جدا هو يا كابتن. دي ناس بتصوت على كده دلوقتي عادي. لا لما يبقى انت قلت بقت عادي يا كابتن، ما تعرضوش الحاجه. لما يكون الماتش مباراه الاهلي طبعا الاهلي والزمالك، لكن لو المباراه مباراه الزمالك والله العظيم يا كابتن احنا اتعلمنا كده في الصحافه. زمالك واهلي يا مفيش كابتن مشكله. والله العظيم يا كابتن سيف، والله العظيم الناس فطمت على كلمه اهلي وزمالك. اهلي وزمالك الناس اهلي وزمالك وزمالك واهلي. عايز اسالك سؤال دلوقتي بلغه الارقام بالموسم اللي جاي، السؤال ده فني بحت، فني يعني في الملعب بلغه الارقام. الزمالك ارقامه الهجوميه السنة دي عن السنة اللي فاتت قريبة من بعض، وأرقامه الدفاعية قريبة من بعض. السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ لا الزمالك أرقامه
الدفاعيه السنه دي طبعا ارقام افضل ارقام افضل, أفضل بكل أفضل تاكيد صح. انا اسف افضل ارقام الدفاع افضل بكل تاكيد والزمالك السنه دي هو الافضل دفاعا في كل الانديه المصريه فارقام الزمالك بتقول كده لكن هجوميا الزمالك ممكن يكون قريب من قريب من الموسم اللي قبله لكن الدفاع هل الارقام الدفاعي هي اللي خلت الزمالك في الحته دي فنيا دلوقتي او متقدم؟ بص يا كابتن ال- 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 الهجوم بيبدا من الدفاع يعني عشان تهاجم كويس لازم تكون بتدافع كويس فلازم لو دفعت كويس هتقدر تكسب ماتشاتك وهتهاجم كويس فالدفاع مهم جدا 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 لاي فريق عايز يكسب بطولات يعني اذكر على سبيل المثال المنتخب البرازيلي السامبا كان دايما يمتعنا كره قدم لكن دايما كان بيتغلب لان كان دفاعه وحش فكان دايما يتغلب وما بيكسبش بطولات في حين ان منتخبات منتخب ايطاليا مثلا على الجانب الاخر كان منتخب دفاعي وكان شكله الجمالي ما بيعجبناش اداؤه الجمالي لكن كان هو اللي بيكسب البطولات لان بيدافع كويس يعني الشكل الدفاعي الخط الدفاعي وتحسن الارقام الدفاعيه لان الزمالك بدايه الهجوم بتبدا من الدفاع فبالتالي لازم الزمالك يكون دفاعه كويس جدا هيقدر يهاجم كويس. ما يخص الاهلي ارقام الهجوميه او الارقام الهجوم متشابهه بل ممكن تكون افضل كمان من السنه أفضل اللي فاتت افضل ودفاعين اقل السنه اللي فاتت ودفاعين اقل والدفاعيه أقل. البدايه كانت طبعا بدايه ناريه للنادي الاهلي في بدايه الموسم اربعات وخمسات والكلام ده كله وكنا بنتكلم على كلين شيت يعني النادي الاهلي عمل الدور الاولاني او اول 13 مباراه ليه كان عملها بشكل دفاع قوي جدا كان اقوى قد دفاع في الفتره اللي فاتت دي ضاعت الارقام وبعد كده طب اعملوا ايه طب معلش خليك معايا انا اقول لك يا خساره عرض الجدول طيب خليك معايا انا معلش يا خساره يا استاذ عمرو يا استاذ عمرو بعد اذنك خليك اتفضل يا استاذ علاء اتفضل لا بجد اتفضل يا فندم معلش ممكن يا فندم بيشتتك والله تاخد عقل واحد كده يا فندم ايوه بيشتتك اتفضل لا لا العقل يا فندم انا بنتكلم فنيات دلوقتي يعني انا اقصد عقل مش مستحمل الفرحه دي امال نعمل ايه اللي باخد كل يوم بطوله الله يكون في عونك والله العظيم فبقول لحضرتك طبعا اللي خط الدفاع النادي الاهلي كان احنا كنا بنتكلم في الاول على كلين شيت والناس عماله تتكلم على خط دفاع النادي الاهلي اقوى خط دفاع اقوى خط دفاع اقوى خط دفاع لكن طبعا حضرتك لو شفت ان مثلا ست عناصر عندك في خط دفاع النادي الاهلي مفيش عنصر في النادي الاهلي من عناصر الدفاع الا وتعرض لاصابه طويله جدا بدايه مثلا سمير ما بداش الموسم كان عنده اصابه كبيره جدا علي معلول اللي من كاس العالم الانديه قعد فتره طويله جدا مش موجود بيتكلم على ياسر ابراهيم محمود متولي بيتكلم على حتى بما فيهم بدر بنون ايمن اشرف كان عنده غيابات يعني انا بتكلم على ان خط محمد هاني كمان تعرض لاصابه انت بتتكلم حضرتك على سداسي خط الدفاع في النادي الاهلي مفيش لاعب في خط دفاع النادي الاهلي لما يسلم من اصابه طويله طويله مش اصابه يوم مباراه دي ممكن اللي عملت خلل ده اللي عمل خلل انت كنت كل مباراه بتلعب بقلبين دفاع مختلفين مره علي معلول مره ياسر ابراهيم وبدر بنون مره ايمن اشرف وبدر بنون مره ياسر ابراهيم وايمن اشرف فطبعا دي كلها طبعا عوامل طبعا اثرت طبعا سلبيا على الاداء الدفاعي بس موسيماني بعد المباراه اللي فاتت اما سالوه على هدفين قال لهم انتوا ليه بتبصوا على هدفين ما انا جايب اربع اهداف دي النظريه اللي كان بيتكلم عليها عمرو اللي هي نظريه المدرسه البرازيليه اللي هو ما تكلميش داخل فيها دي انا لو جبت لو دخل فيها جون بجيب ثلاثه دي نفس فكره موسيماني يعني انتوا دايما بصوا على الجانب الايجابي ان الاهلي في الضغوط دي يجيب اربع اهداف ده رقم كويس جدا يعني بس انت كلام حضرتك ان برضو الاهلي دائما وابدا يتمسك بهذا اللفظ هو طبعا 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 والاقوى دفاع يعني انت حضرتك على مدار الخمس ست سبع عشر مواسم الاخيره دي حتى لو الاهلي ما خدش الدوري ده طبعا دي ما بتحصلش بيبقى دايما اقوى دفاع يعني دايما ميسي النادي الاهلي اقوى دفاع احنا كل الارقام القياسيه في تاريخ الدوري باسم النادي الاهلي السبب اللي حضرتك قلته في الدفاع الإصابات ده الإصابات يخلي ان الصفقات اللي جايه ممكن يبقى فيها دفاع ولا عوده المصابين لا خالص عوده المصابين انت مصابين. كلها كانت يعني انت عندك علي معلول يصاب لك في ثاني مباراه في كاس العالم الانديه يعني لسه بيسخن ماتش بايرن ميونخ ويصاب ويقعد شهور محمود متولي وجيل رباط صليبي بدر بنوني مش عارف تقول لي اكتر خط محتاج دعم في النادي الاهلي تدعيم هو مركز راس الحربه بس محتاج واحد بس راس الحربه راس الحربه بس استاذ عمرو هل الجزء الهجومي في نادي الزمالك محتاج تدعيم بناء على الارقام يعني طبعا الزمالك محتاج راس حربه صريح رقم 9 ومحتاج تدعيم باك رايت مع الباك رايت الموجود محتاج حد برضو سرد باك يعني قلب دفاع ومحتاج لاعب وسط مدافع جنب طارق حامد مع طارق حامد بديل لا محتاج الزمالك اربع خمس صفقات المفروض يبقوا مهمين جدا للسنه الجايه شيء طبيعي وانت ماشي بتصلح وشيء طبيعي وانت ماشي والفرقه شغاله انت بتشوف ايه العجز اللي عندك او ايه الاماكن اللي فيها ديفو بعد الشيء وتبدا تصلح وانت ماشي فالزمالك لا لازم يعدل ده وده مهم جدا
مش معنى ان هو يكسب البطولة او بطل الدوري او حتى ان شاء الله يبقى بطل الكاس مش معنى ده انك انت فرقتك كاملة، لا عندك عجز وعندك نقص ولازم تكمل. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل لفظ لقب صفقة القرن، هل ده ممكن يبقى موجود السنة دي في الاهلي والزمالك ولا لا؟ نعرف بس بعد الفاصل. مش بعيد فكرة ان عبدالله سعيد يجي الزمالك. عبدالله سعيد لاعب كويس جدا، وان هو برضو كويس في صناعة الالعاب في اي فرقة، ومهم جدا في بيراميدز حتى دلوقتي، وهيبقى مفيد جدا للزمالك في تحريك الفرقة. عبدالله سعيد صفقة كويسة جدا وهيفيد الزمالك. واعتقد يعني بعد حوار ساسي وان ممكن بن شرقي يمشي، اعتقد عبدالله سعيد هيبقى تقيل. هو ممكن، بس احنا محتاجين صانع العاب يكون سنه اقل شويه. عبد الله سعيد كبير فمحتاجين السن اقل، بس عبد الله سعيد طبعا من احسن لعيبه الدوري المصري ومن احسن صناع الالعاب طبعا. احنا عايزين واحد اجنبي بس سنه صغير يقعد معانا، يعني اذا حاجه زي فرجاني سايسي كده برضه. لو انضم للنادي هيفرق طبعا. عبد الله سعيد لعيب موهوب وكويس ويساعد يعني، وصانع العاب كويس من احسن لعيبه في الدوري المصري. اكيد هيبقى اضافه طبعا. عبد الله سعيد اكتر واحد هيبقى اضافه للزمالك. ايام ما كان في الاهلي كان احسن لاعب في مصر، انما دلوقتي لا، عبد الله لا، كان عامل فرق مع بيراميدز. هل عبد الله السعيد ممكن ينتقل للزمالك، وهل ممكن تبقى الصفقه يعني بنفس الشكل القديم وبنفس القوه؟ راي حضرتك. عبد الله سعيد لعيب كبير جدا، لعيب مهم في الكره المصريه، لعيب قعد مثلا 7-8 سنين هو اهم لاعب في الكره المصريه ايام ما كان في النادي الاهلي، وحتى لما انتقل لبيراميدز ورجع من الدوري السعودي لبيراميدز بهيصه كبيره، وعمل شغل كويس وقدر يكسب النادي الاهلي مع بيراميدز. لا، عبد الله سعيد لعيب كبير، صانع العاب كبير جدا، وممكن مكانه حتى في المنتخب محجوز حتى الان. عبد الله المكان ده متسجل باسم عبد الله السعيد، فبالتالي هو اضافه لاي فريق يروحه. لكن انه يجي نادي الزمالك اعتقد ان فيها صعوبه شويه، لان المركز بتاع عبد الله السعيد فيه اكتر من لاعب في نادي الزمالك، والاولويه طبعا للي موجودين في نادي الزمالك، وهم لاعيبه على مستوى عالي ولا يقلوا عن عبد الله السعيد. فبالتالي اعتقد ان الصفقه دي صعب جدا 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 ان عبد الله السعيد يجي نادي الزمالك. طبعا انا باكد ان مفيش لاعب في مصر في حاله انتقاله للاهلي او للزمالك هيطلق على صفقه القرن، لان مفيش لعيبه سوبر ستار الا في الاهلي والزمالك. فخلاص يعني، حتى كابتن سيف اللاعبين المميزين جدا في الدوري المصري واهم لعيبه ممكن يلفت النظر او لفت الانظار لطول الدوري ملكيه خاصه للاهلي والزمالك. يعني لو احمد ياسر ريان كان لاعب ما بيلعبش للاهلي كان ممكن تلاقي عليه معركه بين الاهلي والزمالك. مصطفى فتحي لو ما كانش معار من الزمالك لسموحه كنت هتلاقي عليه معركه كبيره جدا للاهلي بين الاهلي والزمالك. عمار حمدي، عبد القادر، اقصد ان حتى اللاعبين اللي عليهم العين دول ملكيه خاصه لانديتهم. فبالتالي ما فيش مجال او في ما فيش مجال للمنافسه والصراع بين الاهلي والزمالك. صفقة قرن، لا، عبد الله السعيد كان صفقة قرن وقت انتقاله من الزمالك من الاهلي للزمالك، صفقة ما تمتش، ده كان وقتها يطلق عليه لقب قرن، اللي كان عبد الله السعيد ساعتها في افضل فتراته في عز عطائه. لكن دلوقتي عبد الله السعيد طبعا تحرك بيتكلم على 2 أو 3 سنين مرة، اكيد مستواه قل بحكم السن، فبالتالي ما فيش لاعب ابدا يستحق ابدا لقب نادي القرن ابدا. ما فيش صراع ما بين الاهلي والزمالك خالص. كل الانديه في الصفقات، ما انا بقول لحضرتك يعني، انا بقول لحضرتك كنا ممكن دلوقتي نلاقي معركه حاميه، ولو كانت الاربع لاعبين معينين ما كانوش تبع الاهلي يعني والزمالك. الموسم ده كل النادي عامل ايه؟ بص فرقته. هو ده الاصلح للكره المصريه اكيد. لا، انا عايز اقول في صفقه قرن ممكن تتم، هي صفقه واحده فقط في الدوري المصري، انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك. دي طبعا تبقى صفقه قرن. تمام. طيب كل نادي يبص في ورقته، ده لصالح الكره المصريه. موضوع يبص في ورقته ده، الموضوع ده اتكرر كتير قوي اليومين الاخيره ده، انا كل حد يسمع يقول لي بص في ورقتك، بص في مصطلح المصطلح ده هو الملكيه الفكريه. دي لا ده. رجع الحق لاصحابه، ادي الحق لاصحابه، ادي الحق لاصحابه. انا ما قلتش حاجه، وانا بقول لك كابتن سيف، انت ما قلتش حاجه. الكابتن سيف اعلامي متميز، فطبيعي الجمله بتاعته، طبيعي ان الجمله بتاعته بـ 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 بتروح لكل الناس. واحنا لما حتى سمعت الجميع سمعت هنجيب متر نقيس المسافه.
لا فهو فعلا كل واحد المفروض يبص في ورقته وكل واحد يركز مع نفسه. الفترة الجاية فترة مهمة جدا في كرة القدم المصرية. عندنا منتخب مصر بعد ما هننتهي من الدوري، فبالتالي منتخب مصر احنا اهل زمالك بتاع كله يرجع للخلف. منتخب مصر طالما حضر منتخب مصر يبقى نبص لازم في ورقة مين؟ نبص في ورقة منتخب مصر. عايز اسال حضرتك سؤال. الضغط دايما انا بقول التاريخ الـ 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 التاريخ بيكتب بطولات بس. اكيد الزمالك عنده احلام كتيره، الاهلي جايب احلام كتيره، عايز يكمل عدد بطولاته. الزمالك لو وفق في الدوري يبقى عايز يبتدي مشوار، يعني كل واحد بيسعى لارقام دلوقتي. اكيد كلمه او معنى ان كل نادي يبص في ورقته، هل الموسم القادم بما يحمله بقى من دوري وكاس وافريقيا وضغوطات هيبقى هو ده الحال الفتره اللي جايه؟ لا هيبقى اصعب اصعب. الفتره الجايه فتره صعبه جدا جدا جدا. انت حضرتك بتتكلم على ان احنا لحد دلوقتي بنعاني من ضغوطات الدوري، احنا بنتكلم على ان الدوري يخلص يوم 8 يوم 27 او 26 والمنتخب عنده مباراه يوم 1/9، يعني الفصل الزمني بين انتهاء الدوري واول مباراه للمنتخب 4 ايام، وبعد كده المنتخب هيسافر الجابون، وبعد كده عندنا بطوله كاس العرب، وبعد كده الاهلي عنده سوبر افريقيا، وبعد كده عندنا كاس عالم الانديه في، وبعد كده كاس الامم الافريقيه في شهر يناير الجاي. لا انا شايف ان الموسم الجاي موسم صعب جدا 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 جدا، وهيبقى الازمات هتستمر معانا، الازمات هتستمر معانا بجد. لو انت صاحب قرار صاحب قرار ادوك ورقه قالوا لك حط حلول، انت صاحب قرار الكره المصريه عشان نظبط معاده الضغط ونظبط الموسم، شوف يا كابتن احنا الحل ايه؟ احنا من سنه 2011 عايشين في حاجه اسمها الدوري الاستثنائي. ده مصطلح ماشي معانا من 2011، بقى لنا 10 سنين بنقول كل حاجه دوري استثنائي. الحل الحل الوحيد دوري من دوري من مجموعه دوري من دور واحد بس. موسم واحد دور واحد بس، يعني ما فيش ذهاب وعوده، او كل مباراه تقام في ارض محايده. والاربعه الاوائل يلعبوا على الدوري والاربعه الاخر يلعبوا على الهبوط، دول يلعبوا على الصعود. ده رايك؟ انا بقول لحضرتك يعني احنا بنتكلم ان احنا الدوله الوحيده في العالم، الدوري الجزائري لسه خلصان امبارح، يعني عشان بس بتقعد بس بتحملنا ان احنا والاهلي والضغط ومش عارف بتاع. لسه الدوري الجزائري شغال امبارح، والاجنده اجنده الجزائر هي نفس اجنده منتخب مصر، نفس الاجنده تيبيكال. يعني حضرتك لو شفت الارتباطات عند منتخب الجزائر هتلاقي حتى بطوله كاس العرب اللي هتلعب في قطر نهايه السنه دي برضه منتخب. يعني انت ده حلك دوري من دور واحد، دوري من دور واحد والاربعه الاخرين يلعبوا على حل مربع ذهبي. دوري من دور واحد متهيألي صعبة. طب الحل صعبة؟ ما انا هقول لحضرتك دوري من دور واحد انا شايف انه صعب شوية. لكن انا ممكن اولا يعني الدوري السنة الجاية هيتلعب مضغوط كل 3 ايام ماتش الدوري كله. ما احنا كل سنة بنلعب كل ما انا فاهم. انا بقول لك السنة الجاية الدوري ما فيش استحالة يتعمل الا كل 3 ايام ماتش. تمام. فده طبعا ارهاق شديد جدا وهيعمل اصابات كبيرة للعيبة وهتبقى في مشاكل كبيرة جدا بسبب الموسم اللي السنة اللي فاتت اللي هو الموسم اللي بوظ كل الدوريات اللي بعده. تمام. الحل ان اولا عدد اندية الدوري اللي موجودين حاليا عدد كبير جدا، 18 نادي ده بيخلي 34 اسبوع. فالعدد كبير جدا وعدد الاسابيع كتير جدا في الدوري المصري، فبالتالي لازم تضغط فهتدخل في مشاكل. الحل اللي قاله علاء اوكي، بس انا شايف ان الحل الامثل ان اعمل دوري من مجموعتين واهبط اكبر عدد من الانديه. عايز ارجع انديه الدوري تاني ل 14 نادي. 14 نادي انديه الدوري لازم يبقوا 14 نادي عشان المنافسه تبقى قويه. طب 14 يهبط من ال 14 قد ايه؟ 3 ويصعدوا 3 مجموعات. لا لو هم 14 هثبت على 14. يصعد قد ايه ويهبط قد ايه؟ ما انا هكمل لحضرتك، هثبت على 14 نادي. ماشي يهبط يعني بحيث ان اللي خلاص لو وصلت الرقم 14 يهبط 2 ويطلع 2 بس. هتبقى 14 بس يهبط 2 ويطلع 2 بس. دوري الدرجه الثانيه كبير جدا، دوري الدرجه الثانيه حجم القاعده صح ضخم جدا. الكره المصريه محتاجه الكره المصريه، ومش بنتكلم على مسؤولين واي حاجه، كل واحد بيجي بيجتهد، الناس اللي موجوده عامله شغل جيد جدا وكل حاجه على ما يرام، ولكن بنتكلم ان محتاجين موسم استثنائي فعلا يظبط الدوري الممتاز ويمشي الكره المصريه في حته ثانيه. الموسم الاستثنائي ده محتاج ان كلنا نستحمله، مش بضغوط مش بنفس الشروط مش بنفس الوضع، لان كل مره الحقيقه بتيجي الانديه بتعمل اجتماع مع اي مسؤول في اتحاد الكوره اي مسؤول ويتفقوا على حاجات وبعد كده تمشي الامور برضو صعبه. عايزين موسم يكون استثنائي، مجموعه واحده، جميع بقى الحلول اللي قالها استاذ عمرو استاذ علاء، ولكن بعد كده تمشي الامور بشكل مختلف، دور واحد او مجموعتين كده او كده.
نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف، قبل الفاصل نشوف رأي الناس في الدوري الممتاز هيروح لفين ومين ممكن هيبارك لمين وهتبقى المباركة ازاي، نشوف رأي الناس في الشارع. اللهم احنا ادناكم هدية غالية قوي بصراحة، جبنا لكم هدية جامدة، احنا السبب احنا ضيعنا نقط كتير وقدمنا لكم هدية غالية قوي. يعني مبروك وكويس اللي هم كسبوا دوري وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ليهم ولينا ان شاء الله. الرياضة مكسب وخسارة ومفيش حد بيكسب على طول ولا حد بيخسر على طول، وان المستحيل ان الاهلي يعني يفضل على طول يكسب 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 يكسب، لا يعني كل اندية العالم كده وكل منتخبات العالم كده يعني. والله نقول مبروك ليهم، الاهلي خد بطولات كتير وطبعا اللعبه الحلوه بنشجعها، والزمالك السنه دي كان كويس. لو حقيقه لو هنبعت برقيه لنادي الزمالك، بس يعني الاهلي ضاع الدوري وهجومنا ما كانش قد كده وخلاص الزمالك خدها يستحقها. احنا نقول لهم الف مبروك طبعا روح رياضيه. لو انا عايز ابعت تهنئه لنادي الزمالك اقول له مبروك، مبروك عليك الدوري وان شاء الله الدوري ان شاء الله يكون في الجيزان ان شاء الله. بالرغم ان انا اهلاوي صميم بقول للزملكاويه جميعا لعيبه ومجلس اداره وجمهور الف الف مبروك، صبرتوا وتعبتوا وتستحقوا بطولة الدوري. نرجع تاني ونتكلم بقى على المنتخب الوطني والقادم، شايف ان مين افضل لعيبه في الزمالك ممكن تنضم للمنتخب؟ منتخب مصر طبعا عنده مباراه مهمه جدا، لعيبه نادي الزمالك المجموعه الاساسيه اللي بتنضم للمنتخب كلنا عارفينها، طارق حامد، ابو جبل طبعا، طارق حامد، الونش، محمود علاء، لكن انا اللي عايز اضيفه بقى المره دي، انا مش قادر اشوف منتخب مصر بدون محمد عبد الشافي، مش قادر اشوفه. ما تقوليش عنصر السن، ما تقوليش مش عارف الكلام اللي بنقوله، محمد عبد الشافي هو احسن ظهير ايسر في الدوري المصري على الاطلاق. مستوى ثابت، لاعب مهم جدا، لاعب فاهم يعني فاهم مهام مركزه بشكل جيد جدا، تحركاته في الملعب رائعه، بنشوفه بيكمل مع المهاجمين، لا لاعب غير عادي. انا شايف محمد عبد الشافي وجوده في المنتخب في الفتره اللي جايه مهم جدا. برضو شايف ان اوباما لابد ان يكون ليه فرصه في المنتخب، لان لاعب مميز جدا، بيدافع كويس جدا، بيكمل مع راس الحربة، بيبقى مهاجم تاني بشكل جيد. كل المدربين اللي جوا نادي الزمالك على مدار الفترات الاخيره كلهم اجمعوا على اهميه اوباما ووجود اوباما، فمنتخب مصر ما يستفيدش من اوباما. انا شايف ان ده كلام مش مظبوط، انا شايف الاثنين دول لابد من اضافتهم على المجموعه اللي هي موجوده اساسا في المنتخب اللي كلنا عارفينها، مجموعه من زيزو، منها منها زيزو، منها امام عاشور، منها طارق حامد، منها محمود علاء، منها الونش، منها يعني كل مجموعه الزمالك الفرطاوي وابو جبل طبعا. فبالتالي الاثنين دول اضافه مهمه جدا جدا. الاهلي اعتقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني استقر على 6 لاعبين من النادي الاهلي، وتم التواصل مع 6 لاعبين من النادي الاهلي وخلاص، يعني تقريبا ابلغهم بانضمامهم للمنتخب الوطني. مين؟ الشناوي واكرم توفيق وايمن اشرف والسوليه وقفشه ومحمد شريف، دول 6 لاعبين اللي الجهاز الفني للمنتخب الوطني استقر عليهم بصفه نهائيه، واحتماليه ضم اضافه عنصر او اثنين حسب مع نهايه الدوري طوارئ، يعني لو حصلت اي حاجه ممكن هيضم 2 لعيبه ثانيه، ممكن يكون محمد هاني موجود، و فبالتالي يعني الست الاساسيين دول اللي قلت حضرتك عليهم، الست دول خلاص الجهاز الفني. هل في واحد تاني بعيد مثلا عن المنتخب وانت شايف ان ممكن يبقى ليه فرصه؟ ياسر ابراهيم انا شايف ان ياسر ابراهيم يستحق فرصه بجد، يعني لاعب ادى بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت. ده على حساب مين بقى؟ لا يعني يكون موجود في المنتخب، يعني مش على حساب حد، يعني ياخد يكون موجود، مش لازم ياخد فرصه كامله. يعني احنا عندنا بقول لحضرتك، احنا عندنا ماتش الانجولا يوم 1، عندنا ماتش الجابون يوم 5، يعني في فتره، فبالتالي في ضغوط شويه. بعد كده المنتخب هياخد راحه طويله جدا، لكن في مباراتين ورا بعض وفي سفر كمان، المنتخب هيسافر الجابون. شايف ان دي ممكن تكون القماشه الافضل من فتره للمنتخب الوطني؟
في ما بقولش الفرقه، ما بقولش الجيل الافضل، انا بقول قماش الافضل. انا شايف ان افضل حاجه في في في, في ده اللي هي العنصر الهجومي. احنا كنا بنفتقد جدا العنصر الهجومي. احنا دلوقتي بنتكلم يعني زمان احنا بقول لحضرتك انا شايف كل خطوط كامله. يعني شايف ان احنا كناش عندنا اختيارات كتيره كابتن. احنا كنا على مدار السنين اللي فاتت ما كانش عندنا اي قصور في اي خط باستثناء الخط الهجومي. احنا بجد علينا طويل جدا طويلا جدا 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 من غياب المهاجم الهداف يعني او راس الحربة القوي اللي ليك باسم منتخب مصر. اعتقد الفتره دي احنا الحمد لله المشكله دي اتحلت لحد كبير جدا، ودي كانت الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصانا. وعشان كده انا بقول لك يمكن في ظل العناصر الموجوده دي، مصطفى محمد ومحمد شريف واحمد ياسر ريان والمجموعه دي، لا انا شايف ان دي ممكن تكون افضل قماشه موجوده. مين راس حربة المنتخب من وجهه نظرك؟ بين محمد شريف ومصطفى محمد، والاثنين يستحقوا بصراحه. يعني من وجهه نظر حضرتك مصطفى محمد طبعا خبرته اعلى، وده لا يقلل من محمد شريف. محمد شريف لاعب كويس، لكن مصطفى محمد لان هو يعني راس حربة صريح، محمد شريف بيجي من تحت. الاثنين طبعا كويسين، وده اضافه لمنتخب مصر في الفتره الجايه. كنت شايف خبرات مصطفى محمد اعلى شويه. مين خط نص منتخب مصر من وجهه نظرك؟ نص منتخب مصر طبعا طارق حامد موجود شور، لعيب كويس جدا ولعيب مهم. اللي جنبه يعني انا شايف النني من وجهه نظري. النني السوليه، انا شايف طارق حامد والسوليه. طارق حامد والسوليه، وبعد كده كمان تطويع الخطه كمان، لان انا حاسس ان احنا في ماتش انجولا هنلعب بتشكيل وهيتغير الى حد ما، وخاصه خط الوسط هيتغير في ماتش الجابون. طيب سؤال بقى ملوش علاقه برقم واحد ولا رقم اثنين، ملوش علاقه برقم واحد ولا اثنين ولا بالمسميات، مين الحارس رقم ثلاثه في المنتخب الوطني على اساس ان رقم اثنين اهلي وزمالك؟ لا مش والله في كتير بصراحة، يعني من الظلم يعني أنا شايف عمر رضوان كويس والهاني سليمان كويس. حط اتنين يختار منهم واحد. أنا شايف الهاني سليمان دلوقتي كويس جدا وعمر رضوان كويس جدا بصراحة شديدة جدا. أنا شايف إن عامر المفروض يبقى موجود رقم ثلاثة، وشايف محمد عبد المنصف يدخل يبقى برضو رقم ثلاثة. محمد عبد المنصف طبعا. محمد عبد المنصف، لان محمد عبد المنصف عنده 40 سنه وبيؤدي كانه حارس عنده 20 سنه وبينقذ فرقته وعنده روح وبتاع. بس الحارس رقم 3 عبد المنصف اسطوره كبيره وحارس كبير يبقى الحقيقة. موجود في المنتخب في الفتره دي. بس هل المنتخب رقم 3 مش هيبقى حارس صغير؟ انا افتكر يكون صغير، لان بصراحه عبد المنصف 40 سنه ويروح يقعد احتياطي، اعتقد دي صعب عليه هو كمان شخصيا. صعبه ليه؟ هو صعبة. هو قال ان انا عايز ادخل. بص هو يقول هو يقول لكن هو نفسه الاجواء ماشي ممكن يقول ماشي، لكن العالم لكن كله بيتحرك. لا رقم 3 لازم رقم 3 ده عمرو صعب. الماتشين دول يعني طب لو حد صغير انت بتتكلم على الماتشين دول مش على لا 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 يعني انا بتتكلم على الماتشين يعني انا لا اتقبل ان محمد عبد المنصف يعني انا يعني لا اتقبل ان هو يكون حارس ثالث بصراحه يعني اسمه وتاريخه لا ما ينفعش يعني. طب لو قلنا حد صغير مين؟ عامر انا شايف انه عامر هو عمر. يعني لو حطينا صبح. لو حطينا الهاني وعامر وبسام ومحمد صبحي ناخد منهم وجاد وجاد بتاع وجاد ما انا بقول حاجات كتير قوي. وجاد جاد كويس جدا، حارس كويس جدا. محمود جاد كويس جدا ممتاز. بس صبحي اعتقد اقرب يعني. عامر وصبحي انا وجهه نظري يعني. افضل مدير فني في الدوري الممتاز علي ماهر. انا وعمرو متفقين من اول بدايه الموسم، الحاجه الوحيده اللي اتفقنا عليها ان هو علي ماهر هو افضل مدير فني. ان علي ماهر ايهاب جلال رحيله من الاسماعيلي. ايهاب جلال مدرب ممتاز بمعنى الكلمه. ومدرب فاهم وواعي وحاجه يعني. ممكن يكون الحل البيراميدز ايهاب جلال. ممكن جدا. لكن ايهاب جلال انا اتمنى ان يكمل مع الاسماعيلي، لان احنا عايزين نشوف الاسماعيلي يعود الاسماعيلي بتاع زمان، لان هو رجع فعلا في الفترة الأخيرة مع إيهاب جلال بدأ يعود الإسماعيلي مع شوية مزيد من الإمكانيات. الموسم الجاي الإسماعيلي مع إيهاب جلال هيبقى فريق منافس. مع الأسف طريقة تفكير الكابتن إيهاب جلال تقول إن هو مستحيل أو بالطريقة دي مش ممكن يحقق إنجاز. مش ممكن يعمل تاريخ شخصي لنفسه. حكاية إن هو كل موسم في نادي دي مش هتعمله استقرار. عايز يحقق إنجاز لازم يستقر في نادي. ما ينفعش يكون مصر مقصة، زمالك، إسماعيلي، بيراميدز، لا ما ينفعش. يبقى كده يعني لما يجي الإسماعيلي ويعمل النتائج دي المفروض إنه يراهن على الاستقرار اللي عمله ده أو يبنى على الاستقرار اللي عمله ده او الصحوه اللي عملها دي يبنى عليها الموسم الجاي. لكن ايهاب جلال بالطريقه دي مش هيحقق انجاز يعني وعمره ما هيعمل اي حاجه مع نادي بيراميدز. يعني انت رايك يستمر؟
الافضل لشخص هو عشان يعمل انجاز. انا كده شايف ان ايهاب جلال ممكن يعتزل التدريب بدون ما يكون حقق بطوله مع اي نادي. نطلع فاصل وبعد الفاصل من 1 لـ10 ونشوف اراء نجومنا. نرجع بقى لفقرتنا ومن 1 لـ10 نبتدي المشوار. قرار كالتيرون بتجميد جنش حارس الزمالك 10 من 10 10 من 10 طبعا. قرار جهاد جريش اعتزال التحكيم 10 من 10 ده لازم يعتزل من زمان 10 من 10. بس عايز اوقف لنا حاجه واحده بس كابتن. امبارح كانت في مباراه نهائي دوري ابطال العرب الرجاء والرجاء المغربي واتحاد جده السعودي اللي حكمها كابتن محمود البنا. بجد المباراة دي على قد ما انا استمتعت بالعرض الجنوني ده على قد ما انا حزنت جدا جدا على الحال ان احنا هنا الفار اللي طبق امبارح غير الفار الموجود هنا، التصوير هناك غير التصوير هنا. الكابتن محمود البنا احتاج من 6 لـ10 ثواني عشان يرجع للفار عشان يحسب ضربة جزاء لاتحاد جدة واحتسب ضربة جزاء. اتمنى ان يكون الحكم محمود البنا اللي كان عنده شجاعه يحتسب ضربتين جزاء على فريق ضد ويكون صاحب التصوير الأرض. كمان ويكون التصوير بالشكل ده أفضل. انا بجد يعني انا طبعا اقول للكابتن جهاد جريشه يعني بالتوفيق ان شاء الله في القادم. لكن اللي حصل امبارح ده كام من 10 10 من 10 طبعا ده خلاص 10 من 10 اعلان عمر كمال عبد الواحد انضم للزمالك 10 من 10 10 من 10 استقرار قرار اتحاد الكره على طقم التحكيم في الاسابيع الاخيره الدوري قرار 10 من 10 10 من 10 اعلان ايهاب جلال عدم الاستمرار مع الاسماعيلي بصراحه انا بالنسبه لي 0 من 10 0 من 10 شكوى عدد من لاعبي المقاصه انهم بسبب المستحقات الماليه 0 من 10 10 من 10 ده فتح بيوت يعني قرار الزمالك التمسك بمصطفى فتحي قرار 10 من 10 قرار 10 من 10 طبعا تجديد المصري لعلي ماهر قرار 10 من 10 لو تم حاجه كويسه 10 من 10 هو تم 10 من 10 تم بالفعل امبارح وزمع على الهواء 10 من 10 تجديد الاتحاد السكندري للتوأم برضه قرار 10 من 10 توأم مدربين ممتازين وحسام ابراهيم الحقيقه يعني مميزين جدا بس هم كانوا فتره بعيده يعني لو استمروا مع الاتحاد يعملوا انجازات مع الاتحاد يعني اتمنى 10 اقول 10 من 10 بس اتمنى ان التوأم يحققوا انجاز مع نادي الاتحاد يستحق بجد ان ياخد بطوله. تصريح احمد كشري ان هو يعني بيعرب نجاحه مع الانتاج الحربي لانه فاز على فرق كبيره. احمد كشري مدرب كويس قوي 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 والحقيقه يعني عمل فارق مع الانتاج الحربي. انا اديله 10 من 10 رغم ان هو يعني في النهايه هبط بيهم بس 10 من 10 على الاداء وعلى تغيير الصوره. 8 من 10 قرار خالد جلال المدير الفني البنك بمعاقبه لاعبي محمد عصام بعد الوقوف على الكوره. 10 من 10 اخلاق 10 من 10 اعلان خالد عيد المدير الفني لغزل المحله اتجاهه للرحيل عن الغزل. والله قرار انا ازعل جدا لان هو خالد عيد عمل يعني بجد كم من 10 0 من 10 لو مش 0 من 10 0 من 10 لو مش 0 من 10 خالد عيد مدرب كويس جدا عمل شغله كويس جدا مع المحله خل رجع بالمحله وخلى لها شكل كسب الاهلي والزمالك لا المفروض يستمر قرار رحيله 0 من 10 شوف انت بتقول الاهلي والزمالك اهو مش الكابتن سيف اهو هو اللي بيقول لك الاهلي والزمالك الاهلي الاول كسب الزمالك الاول عشان غلب الاهلي الاول كسب الزمالك الاول لا الاول الاول يعني في الاخر يعني صرحت شرفتني نورتين ربنا يخليك يا قرار محمد عبد المنصف الاستمرار الموسم اللي جاي لازم يستمر كام من 10 10 من 10 10 من 10 حقه مدير كوره وحارس مرمى لا بس لا انا بص يا حضرتك يعني انا 10 من 10 يبقى كحارس مرمى لكن حكايه منصب مدير الكوره دي لازم يراجع في فيها مفيش حاجه اسمها حارس مرمى مدير كوره بصراحه انا ده منصب عجيب وغريب وانا ضده. شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن. اشكرك يا استاذ عمرو. شكرا استاذ علاء شرف بوجودك. الله يخليك شرفتني ونورتني. بس كابتن بس هسالك سؤال شعورك ايه بعد انتهاء الحلقه دي؟ بتبقى مرهق جدا افندم الفقره دي بعد ما بتنتهي بعد ما بخلصها بتبقى مرهق جدا نفس احساسي بالظبط لما بخلص جيم الصبح
ببقى يعني جاري بشكل كبير جدا يعني ببقى خلص ايه ربنا سامعكم. بشكركم شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع اثنين من نجوم النقد الرياضي، الفقره الاكثر جدلا الاستاذ عمرو الدليل والاستاذ علاء عزت. بشكرهم، بتشرف دايما بوجودهم، نبقى دائما وابدا على مسافه واحده من الجميع. حال الاهلي والزمالك والناس والجمهور في الشارع، اصحاب واخوات، الدنيا دائما هادئه، الموسم ده هو الافضل. كل التوفيق للاهلي والزمالك وتحيه كبيره جدا ليهم. اللي هيكسب الدوري هنقول له مبروك، اللي هيخسر هنقول له هارد لك. وفي النهايه الاهلي والزمالك ممكن يقعدوا على ترابيزه واحده، والزمالك والاهلي ممكن يقعدوا على ترابيزه واحده. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.